بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيد الخلق أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، الذي أنطقه الله بالحق بأول كلمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ونحن أعزائي في شهر القرآن استوقفتنا بعض الآيات القرآنية وما بها من إعجاز علمي مرتبط بتخصصنا علم الجيولوجيا، والقرآن جملة كله معجزة عقلية وخالدة وإعجاز علمي. وموضوع درسنا لهذا اليوم هو أسس علم الجيولوجيا من الآية 74 في سورة البقرة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وليالي مباركة وشهر مبارك، وإن شاء الله تكونوا بصحة وخير وعافية. أعزائي، لنتكلم اليوم عن أسس علم الجيولوجية من الآية 74 في سورة البقرة، وبعدها إن شاء الله نأخذ سيلان المياه وتكون المعدن في القشرة الخارجية للأرض في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. ونبدأ كالعادة بهذه المقدمة. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. وفي مواضع عديدة أخرى من القرآن الكريم نجد آيات تحثنا عن البحث وعن البحث والتأمل، ومنها قوله جل وعلا: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ومن ذلك قوله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ومن هنا قال الإمام الجليل ابن القيم رحمة الله عليه: كلما أزددت علما أزددت يقينا. وأضاف آخر: كلما أزددت علما أزددت يقينا وأزددت قربا من الله. لذا فإن كل ما نصل إليه من حقائق أذن الله لها أن تتجلى، إن هو إلا فضل من الله كي نزداد يقينا بقدرته عز وجل وإبداعه في كونه العظيم، كما أنه حجة علينا وأمانة وجب نشرها. فالله عز وجل غني عن أي أدلة لعظمة وإعجاز هذا القرآن الكريم، وما اجتهادنا إلا للوصول إلى تلك الحقائق إلا دعوة للتفكر والبحث، كما أمرنا الله، وأيضا هي وقفة أمام المستشرقين الذين يحاولون تشويه جمال القرآن وإظهار تضارب كلماته ومعانيه بسبب جهلهم وظلمة أفئدتهم، ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وفي موضوع هذا البحث أتناول أمرين، أما أولهما فهو التفسير العلمي لمعنى الآية 74 من سورة البقرة، وأما الثاني فهو الإعجاز العلمي الذي تتضمنه الآية من حيث الحقائق الكامنة في معاني الكلمات التي وردت بدقة بالغة وبلاغة تامة، تجلت مع الاختيار الأمثل للألفاظ والكلمات التي أنزلها الله،
تبارك وتعالى، والتي تتطابق مع الحقائق والثوابت العلمية في علم الجيولوجيا، بحيث أنه لو اختلف أي حرف أو كلمة لتغير المعنى بالكامل، والذي بدوره يؤدي إلى تناقض ما بين معاني جمل القرآن وتلك الحقائق والثوابت العلمية. وصدق المولى عز وجل إذ يقول: تنزيل من لدن حكيم عليم. وقبل وضع الرؤية العلمية نجد تفسير وشرح الآية كما ورد نصا من علماء وأئمة التفسير. آية الإعجاز أو الآية موضوع البحث هي: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فلنتطرق لبعض تفاسير الأئمة والعلماء، ولنبدأ الحديث تفسير ابن كثير. يقول الله تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نعوذ بالله من الفسوق. قال العفوي في تفسيره عن ابن عباس لما ضرب المقتول ببعض البقرة: جلس حيا ما كان قط، فقيل له: من قتلك؟ قال: بنو أخي قتلوني. ثم قبض، فقال بنو أخيه حين قبضه الله: والله ما قتلناه. فكذبوا بالحق بعد أن رأوه، فقال الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني أبناء أخي الشيخ هذا، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج لنها أو أشد قسوة من الحجارة، فإنما الحجارة ما يتفجر منها العيون بالأنهار الجارية، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله. وفيه إدراك لذلك بحسبه كما قال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول: كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله نزل بذلك القرآن الكريم. وقال محمد ابن إسحاق عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق، وما الله بغافل عما تعملون. وقد قال في تفسير سيد قطب إن هذا الجزء هو وقفة على المشهد الأخير من قصة ذبح البقرة التي فيها اختبار للطاعة والاستجابة والتسليم لأوامر الله بدون مجادلة، ولكنهم عصوا الله وقاموا بذبح البقرة فكانت تلك الخاتمة. فالحجارة التي يقيس قلوبهم إليها، فإذا قلوبهم منها أكذب وأقصى، هي حجارة لهم بها سابق عهد، فقد رأوا الحجر تتفجر منه 12 عينا، ورأوا الجبل يندك حين تجلى عليه الله وخر موسى صعقا، ولكن قلوبهم قاسية مكذبة كافرة، ومن ثم
هذا التهديد، وما الله بغافل عما تعملون. وقد قال ابن حاتم: وإن من الحجار لما يتفجر منه الأنهار، قال: كثرة البكاء. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، قال: قليل البكاء. وإن منها لما يهبط من خشية الله، قال: بكاء القلب من غير دموع العين. وقال بعضهم: إن هذا من باب المجاد، وهو إسناد الخشوع للحجارة، كما أسندت الإدارة إلى الجدار في قوله تعالى في سورة الكهف: يريد أن ينقض. هنا ننتهي من الإعجاز من التفسير العلمي لبعض الأئمة، ونبدأ بالرؤية العلمية والإعجاز العلمي في الآية. طبعاً أعزائي، إن الآية التي بين أيدينا مقسمة إلى مقطعين. ففي المقطع الأول نجد هجاء إلى بني إسرائيل لشدة إنكارهم للحق، فيذمهم الله عز وجل فيه بمدى قسوت قلوبهم، ويقارنها بالحجارة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وفي المقطع الثاني يخبرهم الله أن الحجارة القاسية هي أشد منهم خشية لله وتضرعا: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وبتحليل ودراسة تلك الكلمات نرى أنها تناولت في معانيها بصورة مباشرة وغير مباشرة الحديث في إبداع إيجاز، وأعظم شمول لبعض الأفرع الأساسية لعلم الجيولوجيا، والتي تلقي الضوء على جوانب عدة من هذا العلم الكبير، كما وصفه الله عز وجل في سورة غافر إذ يقول تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي تلك الآية إشارة لعظم علم الجيولوجيا بالمقارنة بعلم الطب، فعلم الأرض وعلم الجيولوجيا يبحث في كل ما يتعلق بالأرض منذ نشأتها أو تكوينها إلى وقتنا الحاضر، كذلك يشمل الكواكب الأخرى ومقارنتها بكوكب الأرض. وتعتمد علوم الجيولوجيا وعلم الأرض على العلوم الأساسية مثل علم الفلك وعلم الكيمياء وعلم الفيزياء وعلوم الحياة، وله علاقة وثيقة بالعلوم الأخرى مثل علم البحار وعلم الجغرافيا وعلوم الاقتصاد، كما يعتبر الرياضيات أحد الركائز الأساسية فيه، فهو أعمق وأصعب من علم الطب، لأن الله يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولنبدأ بحديثنا لعلم الجيولوجيا نظراً لتنوع المعلومات التي تم استخلاصها من الآية موضع البحث وكبر حجمها. فقد تم تقسيم المقطع أعزائي الثاني من المقطع الثاني من الآية إلى ثلاث جمل. الجملة الأولى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. الجملة الثانية: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. الجملة الثالثة: وإن منها لما يهبط من خشية الله. أريدكم أن تركزوا على يتفجر مربوط بالأنهار، يشقق مربوط بيخرج منه الماء، يهبط من خشية الله. وفي كل جملة سوف أتناول الفرع والفروع العلمية الجيولوجية المتضمنة بها، ويمكن إيجاز تلك الأفروع العلمية في الجمل الثلاث كالتالي: الجملتان الأولى والثانية تتضمن: واحد، علم تصنيف الصخور. اثنين، علم الصخور الرسوبية. ثلاثة، علم الطبقات. أربعة، علم الجيولوجيا الهندسية. خمسة، علم المياه وجيولوجيا المياه اللي هو هيدرولوجي وهيدروجيولوجي. سبعة، علم كيمياء الصخور. أما الجملة الثانية فتضمنت علم الجيولوجيا التركيبية. ولنبدأ معكم بالجملة الأولى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. الإعجاز العلمي أعزائي هنا، إذا نظرنا إلى هذه الجملة القرآنية بتمعن نرى أنها تحمل معنيين: أولهما حينما تخاطب العقل غير المتخصص في علوم الأرض، عقل العوام من الناس، حيث يفهم أن المياه المنبثقة من أي عين تخرج من وسط أو من داخل الحجارة المحيطة بهذه العين، أي أن الحرف مين
استخدم كإشارة لمكان، وهذا ما تراه أعين الناس، وبالتالي فهذا أمر مفهوم ومقبول. أما المعنى الثاني التفسير العلمي، وهو ما يراه ويفهمه المتخصص، ففيه استخدم الحرف من كحرف للتمييز بين أنواع الصخور، فمن بين أنواع الصخور العديدة يوجد نوع واحد وواحد فقط، وإن تعددت أسماؤه في العلم الحديث ولكن توحدت صفاته، وهذا وهو الذي يتفجر فتندفع منه كميات كبيرة من المياه العذبة. وكما هو مثبت في علم الجيولوجيا، فإن الصخور جميعها مقسمة إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وهي مجموعة الصخور النارية ذات الأصل البركاني والتي تكونت في باطن الأرض، وهي صخور شديدة الصلابة والقوة، والثاني مجموعة الصخور الرسوبية، وهي التي تكونت عن طريق الترسيب كطبقات متراكبة فوق بعضها البعض عبر ملايين السنين، والمجموعة الثالثة مجموعة الصخور المتحولة، وهي التي نشأت كنتيجة لتغير صفات أحد النوعين السابقين، وذلك إما لتعرضه للحرارة الشديدة أو ضغط شديد أو للإثنين معا. وكل من هذه المجموعات الصخرية مقسمة في ذاتها إلى أنواع أخرى عديدة، فعلى سبيل المثال الصخور الرسوبية مقسمة إلى ثلاثة أنواع هي الأكثر شيوعا وانتشارا على وجه الأرض، ألا وهي الحجر الرملي والحجر الجيري والحجر الطيني، ويوجد نوع رابع يسمى بالمتبخرات الصخور الملحية الطفلي. هنا تبعا لما سبق تظهر بعض التساؤلات، مثلا أحد المشاهدين أو المتابعين سيقول لدي ثلاثة أسئلة: سين واحد، أي من المجموعات الصخرية السابقة هي التي يدور عنها الحديث، النارية أم الرسوبية أم المتحولة ولماذا؟ السؤال الثاني يطرحه أحد الآخرين ويقول: سين اثنين، ما هو نوع الصخر المشار إليه؟ وإذا بآخر يقول: وأنا لدي السؤال الثالث سين ثلاثة، لماذا هذا الصخر بعينه دون غيره؟ وتكون الإجابة كالتالي: مثلا على السؤال الأول، أي من المجموعات الصخرية السابقة هي التي يدور عنها الحديث، نارية أم رسوبية أم متحولة ولماذا؟ نقول له بالإجابة: هذه جيم واحد، المجموعة الصخرية هي الرسوبية، وذلك لأنه بناء على النص القرآني، فالله عز وجل يتحدث عن صخور لها علاقة وطيدة بالماء كما سيتضح لاحقا، فصخور هذه المجموعة تعتبر أضعف الصخور مقاومة للمياه، وحيث أنها تتميز بكونها صخور مسامية تحتوي على كثير من المسام والفجوات وأحيانا الكثير من الشقوق، فإن ذلك يزيد من قدرتها على تخزين المياه بدرجات متفاوتة، وذلك على النقيض من صخور المجموعتين النارية والمتحولة، فهي صخور شديدة الصلابة مصمتة لا تحتوي مطلقا على أي مسام أو فجوات، وشديدة المقاومة لفعل الرياح والأمطار والمياه. إجابة السؤال الثاني: ما هو نوع الصخر المشار إليه؟ سنقول: الصخر المشار إليه هو الحجر الرملي في الجزء الأول من هذه الآية، الصخر المشار إليه هو الحجر الرملي. لماذا هذا الحجر؟ هذا الحجر يتكون من حبيبات دقيقة من الكوارتاز، حبيبات الرمل، والتي تماسكت ببعضها البعض عن طريق بعض أكاسيد الحديد ومادة السيليكا، اللذان يعملان كمواد لاصقة. طيب، لماذا هذا الصخر بعينه دون غيره؟ جيم ثلاثة، نرى في الجملة التي بين أيدينا أن الحجر الذي يدور حوله الحديث يجب أن يتمتع بصفات ثلاث مجتمعة، ألا وهي: واحد، يسمح للمياه أن تتحرك بداخله بسهولة ويسر كما أنها تندفع منه إلى سطح الأرض ذاتياً. اثنين، يسمح بتخزين كمية هائلة من المياه في جوف الأرض بحيث يمكن استردادها مرة أخرى. ثلاثة، تخرج المياه منه عذبة صالحة للشرب مكونة عيونا عذبة. هذه الشروط السابقة الثلاثة تشير إليها الآية ضمنيا عن طريق كلمتين تؤكدان المعنى العلمي، وهما يتفجر.
فهذا الفعل يدل على الخروج والاندفاع بقوة، هذا الشرط الأول. أما الشرط الثاني والثالث الأنهار التي تدل على كثرة المياه وعذوبتها، هذا الشرطين الثاني والثالث. وبالتالي فإنه بناء على الدراسات الجيولوجية التي لا حصر لها لجميع الظواهر الطبيعية المتمثلة في تكون العيون في جميع أنحاء العالم، تولدت الحقيقة العلمية التي تنص على أن الحجر الرملي هو الحجر الوحيد الذي تتوفر فيه تلك الشروط الثلاثة. وفي بعض الأحيان إذا وجدت صخور نارية مشققة ومفتتة فإنها تتطابق في صفاتها مع الحجر الرملي، حيث تكون حينئذ في المرحلة الأولى من تكوين الحجر الرملي. وعلى سبيل المثال للحصر نستهل بمثال واحد، كبير زمزم بمكة المكرمة، والذي ما زال ينضح بالمياه حتى هذه الساعة وإلى ما شاء الله، فإن مياهه مصدرها خزان جوفي يتكون من طبقات من الحجر الرملي والصخور النارية المفتتة، بحيث تتطابق صفاتها مع الحجر الرملي. ولو أن تلك المياه التي خرجت منه منذ مولد سيدنا إسماعيل وحتى الآن وضعت في مجاري نهر لأملأته. وفي عدة دول من مصر وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكثير كثير من شتى بقاع الأرض ما من بئر ينضح بالمياه العذبة إلا وكان مصدر تلك المياه طبقات من الحجر الرملي. وهنا يظهر تساؤلاً، لماذا لا يكون أي من الحجر الجيري أو الحجر الطفلي هو المقصود؟ ذلك لأن كلاً منهما يفتقد إلى الخواص والصفات الصخرية التي يتمتع بها الحجر الرملي، من حيث حجم الحبيبات المكونة للصخر والتركيب الكيميائي والمعدني لتلك الحبيبات، وكذلك المادة اللاصقة لها. ذلك الاختلاف الكبير في الصفات الصخرية ينشأ عنه تباين في تعامل المياه وتفاعلها مع كل صخر. فالحجر الجيري أعزائي إذا تجمعت عليه المياه بكميات كبيرة فإنها تتسرب بداخله ويمتصها الحجر ببطء شديد ودون حركة للمياه بداخله، نتيجة لشدة وضيق المسام وحجم الحبيبات المتناهي في الصغر، مما يؤدي إلى ركود المياه داخله ثم تبدأ في إذابته تدريجياً. ونتيجة لهذا الذوبان فإن المياه تصبح مالحة، وهو ما يتنافى مع المعنى في لفظ الأنهار الدال على عذوبة الماء. وبالتالي فإن الحجر الجيري يفتقد إلى الشروط الثلاثة السابقة جميعها، لذا لا يمكن أن يكون هو المقصود في الجملة. وبالنسبة إلى الحجر الطفلي فإنه بالرغم من مساميته العالية وقدرته على امتصاص المياه إلا أنه لا يسمح للمياه بالمرور بين المسام والفتحات. لماذا؟ لأنه لا توجد نفاذية قنوات أو مسامات بين المسام. على النقيض من الحجر الرملي والذي يتمتع بنفاذية عالية جداً تسمح بمرور المياه من خلاله، هذا بالإضافة إلى أن الحجر الطفلي إذا امتلأ بكميات كبيرة من المياه فإنه سوف يتحول إلى طين لزج واحد، وبالتالي فإن الحجر الطفلي يفتقد هو أيضاً إلى الشروط الثلاثة. فالحجر الرملي تظهر فيه المسافات البينية المتصلة بين حبيبات الرمل والتي تسمح بتخزين المياه، والحجر الطيني تظهر فيه المسافات البينية أقل اتساعاً وغير متصلة، لذلك لا يسمح بنفاذ المياه. أما الحجر الجيري تظهر فيه المسافات البينية أصغر ما يمكن أن تكون بالإضافة إلى عدم اتصالها. ومن ذلك الاختلاف بين أنواع الصخور تتجلى حكمة المولى عز وجل في خلقه بهذه الكيفية، حيث جعل لكل واحد منها وظيفته التي خلق من أجلها. فمثلاً الحجر الطفلي وظيفته في أن يحتفظ بالمياه داخله فقط من أجل أن يمتصها النبات الزراعة، وليس لكي تسترجع منه كما هو الحال مع الحجر الرملي. وبناءً على كل ما سبق من الأدلة والحقائق العلمية الدامغة فإنه لا مجال للشك على أن الحجر المشار إليه في الجملة الأولى هذه هو الحجر الرملي، والله تعالى أعلى وأعلم. تتجلى روعة الإعجاز العلمي في هذه الجملة
في أن الله عز وجل في وصفه لما يحدث استخدم فعل يتفجر، بالرغم من ثراء اللغة العربية بأفعال قد تصف أو تعطي معنى مقارب لخروج المياه. وإضافة إلى ذلك، نجد أن ما من موضع في القرآن العظيم يتحدث عن العيون والينابيع أو الأنهار إلا وقد ذكر فيه فعل التفجر. فنجد فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، الآية 60 في سورة البقرة. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، الآية 90 في الإسراء. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، الآية 91 في الإسراء. ويقول الله في سورة الكهف في الآية 33 كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. ويقول الله وجعلنا لهم جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، الآية 34 من سورة ياسين. ويقول وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، في الآية 12 في سورة القمر. وهنا يأتي السؤال، ولماذا ورد هذا الفعل في تلك الجملة من الآية، علما بأن في الجملة التي تليها ورد فعلين يشقق وفيخرج. نبدأ باللغة العربية وأصل ذلك الفعل، ففي المعجم الوجيز نجد فجر فجر فجرا وفجورا، فيقال فجر القناة أي شقها، ويقال فجر الماء أي فجر الماء أي شق له طريق، ويقال فجر بالغ في الشق، ويقال انفجر الماء ونحوه، انبعث سائلا ويقال انفجر فلان باكيا. مما سبق أعزائي اتضح لنا من معنى يتفجر أن الحجر يتشقق بسبب الماء الذي يشق لنفسه طريقا في الصخر. وبما أننا أثبتنا أن الحجر المقصود في الجملة هو الحجر الرملي، فهذا يعني أن عملية التفجر تحدث مع هذا الحجر بصفة خاصة. ومن هنا قد تطرح أسئلة كثيرة، منها سين واحد، لماذا يقترن هذا الفعل دائما مع الأنهار والعيون بين قوسين المياه العذبة؟ سين اثنين، هل يحدث حقيقة أن المياه تشق لنفسها طريقا خلال الحجر الرملي إلى سطح الأرض وهي مختزنة في مسامه؟ سين ثلاثة، متى يؤذن بذلك وكيف يتم؟ قبل الإجابة أعزائي على تلك التساؤلات، يجب علينا أن نتعرف على الوضع الجيولوجي للطبقات الصخرية تحت سطح الأرض والظروف اللازمة لتكوين خزان جوفي يسمح بتواجد كميات كبيرة من المياه بداخله. بالنظر إلى هذا الشكل أعزائي، نجد أن الطبقات الصخرية باختلاف أنواعها تكون متراصة غالباً فوق بعضها بصورة أفقية، فإذا تراصت الطبقات بحيث تكون طبقة الحجر الرملي تعلو مباشرة طبقة صخرية غير مسامية لا تمتص المياه وليست ذات نفاذية لا تسمح بمرور المياه، أي أنها مانعة للتسرب، فعندئذ تكون الأرض مهيئة لاستقبال المياه وتكوين خزان جوفي. وإذا كانت طبقة الحجر الرملي محاطة من الجوانب بصخور مماثلة لتلك التي توجد بأسفل، فإن الخزان في هذه الحالة يكون مثالياً. ومع نزول الأمطار على سطح الأرض تبدأ المياه رحلتها إلى باطن الأرض عبر الشقوق والفجوات لمسافة قد تصل إلى 1000 متر، أي إلى أن تصل إلى مستقرها النهائي في مسام الحجر الرملي بين حبيباته وتختزن بداخله لآلاف السنوات. والآن تأتي الإجابة على الأسئلة السابقة. السؤال الأول، قلنا لماذا يقترن هذا الفعل دائماً مع الأنهار والعيون المياه العذبة؟ عندما يأذن الله تعالى فإن عملية التفجر تبدأ بوقوع قوى شد للصخر التي تحيط بالصخر الممتلئ بالمياه الحجر الرملي، فتتحول قوى الشد تلك أعزائي إلى قوى ضاغطة واقعة على الحجر الرملي. هذا الضغط ينتقل تدريجياً للمياه المختزنة
داخل مسام الحجر، ومع ازدياد هذا الضغط الواقع على المياه والذي يفوق وزن الصخور التي تعلو الحجر الرملي، فإن المياه لا تجد لها مفرًا من تأثير هذا الضغط المستمر عليها، غير أن تبدأ في عمل شقوق لها داخل الحجر الرملي متجهة إلى أعلى، حيث يقل الضغط العلوي تدريجياً إلى أن تصل إلى سطح الأرض، مكونة ينبوعاً أو ينابيع من المياه العذبة تعرف باسم الآبار الارتوازية، وتلك الآبار هي المعروفة بأن مياهها تخرج ذاتياً إلى سطح الأرض دون عمليات سحب بواسطة الماكينات. الجدير بالذكر أعزائي هنا أنه خلال رحلة العودة إلى السطح فإن المياه تمر بعملية تصفية وتنقية وتحلية من جميع الشوائب والأملاح، وتحدث عملية التصفية هذه لأن التكوين الصخري للحجر الرملي عبارة عن حبيبات دقيقة من الكوارتز لا يسمح مطلقاً بتفاعل المياه معه أو حدوث أي تغيير في طعم أو لون أو رائحة المياه، بل يزيدها صفاءً وعذوبة. ومن هنا نرى الجانب الثاني من الإعجاز والذي يتمثل في كلمة الأنهار، حيث يتضح منها دلالتان: الأولى الدلالة على الكم الكبير من المياه المتدفقة، والثانية الدلالة على أن تلك المياه صالحة للاستخدام المباشر من حيث الزراعة والسقاية دون أي معالجة أو تطهير أو تحلية، كما هو واقع لنا كحقائق ملموسة في شتى بقاع العالم كمناطق جميع ما فيها مياه ليست صالحة للشرب أو مالحة أو غير عذبة. ومن فضل الله عز وجل أنه تم الإثبات بالتجربة العلمية والعملية أن السبب الرئيسي في تكوين الشقوق في داخل الحجر الرملي وتحديداً إلى أعلى في مثل تلك الظروف هو الماء، كما ورد باللفظ القرآني، وكان التوصل إلى تلك الحقيقة العلمية في عام 1998، والمعلنة على شبكات المعلومات الدولية عن طريق الباحثة فيشر من خلال الدراسات والتجارب المعملية والنتائج التي توصلت إليها الباحثة فيشر، والتي منحت على آثارها درجة الدكتوراة من جامعة ديلفت بهولندا، وكانت موضع الرسالة التشقق المائي المتمدد للمواد المسامية المشبعة بالمياه، حيث قامت الباحثة بالعديد من التجارب المتنوعة من حيث توقيع الضغط بطرق ومقادير مختلفة على عينات أيضاً مختلفة من الحجر الرملي المشبعة والممتلئة بالماء، وقامت بقياسات عديدة ودراسات تفصيلية لدور ضغط الماء المختزن بداخل تلك العينات في تكوين الشقوق في ظروف مماثلة لتلك الكائنة تحت سطح الأرض، حيث يكون الصخر مشبعاً بالماء ومحاطاً بضغط من جميع الجوانب إضافة إلى الضغط العلوي والسفلي. لكن إلى ماذا توصلت الباحثة؟ لقد توصلت الباحثة إلى أنه في جميع الحالات التي تم اختبارها قد تضمنت بالفعل حدوث تشققات داخل الصخر في اتجاه وطريق محدد إلى أعلى، وأن السبب في ذلك هو ضغط المياه المحيطة والمختزنة في مسام الحجر الرملي بين حبيباته، والذي جاء نتيجة لانتقال الضغط من الصخور التي حول صخر الخزان إلى المياه التي بداخلها. ليس ذلك فحسب، بل إن هذه التشققات تتكون بطريقة بطيئة بحيث تسمح وتضمن اختراق فوري للماء إلى داخل تلك الشقوق. إضافة إلى ذلك، فلقد توصلت الباحثة إلى أنه ليس بالضروري أن يكون الضغط الرأسي الموقع أو الواقع على العينات كبيراً، بل القليل منه يكفي كعامل مساعد لتكوين الشقوق، وهذا يعني أنه ليس بالضروري أن يكون الحجر الرملي المكون للخزان الجوفي والمشبع بالماء موجوداً على أعماق كبيرة تحت سطح الأرض. ويأتي تساؤلاً آخر: لماذا لم تتم مثل هذه التجارب على الحجر الطفلي والحجر الجيري؟ فنجيب بإيجاز أعزائي إن التجربة التي تم
تتناول تأثير وعمل المياه المختزنة بين حبيبات الحجر الرملي حين وقع ضغط على الحجر، فوجد أن هذا الضغط ينتقل بدوره إلى المياه في داخل المسام، ومن ثم يحدث التشقق بسبب المياه، وهو ما لا يمكن دراسته أو اختباره في الحجر الطفلي أو الحجر الجيري، حيث أن الحجر الطفلي يستجيب لقوى الضغط فيعتصر مخرجاً الماء دون أي تشقق، أما الحجر الجيري فلا يسمح بانتقال الضغط إلى المياه في مسامه، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في الجملة الثانية من الآية. الجملة الثانية: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. ففي هذا الجزء من الآية نرى تكراراً ظاهرياً من حيث المعنى، ويتمثل أعزائي ذلك التكرار في وجود كل من الفعل يشقق والهاء في منه، للإشارة إلى أن الحديث هنا عن نوع صخري آخر، كما ورد في الجزء الأول سابقاً. وبناء على ذلك تتكرر الأسئلة: سين واحد، أي من المجموعات الصخرية هي التي يدور عنها الحديث ولماذا؟ سين اثنين، ما هو نوع الصخر المشار إليه؟ سين ثلاثة، لماذا هذا الصخر بعينه دون غيره؟ وتكون الإجابة كالتالي: جيم واحد، المجموعة الصخرية هي مجموعة الصخور الرسوبية، ولقد أشرنا آنفاً إلى السبب في تلك الإجابة، أي لأن السؤال الأول: أي من المجموعة الصخرية التي يدور عنها الحديث ولماذا؟ المجموعة الصخرية هي مجموعة الصخور الرسوبية، والذي تكلمنا عن السبب في بداية الكلام. سين اثنين، ما هو نوع الصخر المشار إليه؟ الصخر المشار إليه هنا هو الحجر الجيري. سين ثلاثة، لماذا هذا الصخر بعينه دون غيره؟ نقول لكم جيم ثلاثة: أولاً وقبل الإجابة على السؤال، علينا أن نتعرف على أهم ما يميز الحجر الجيري عن الحجرين الرملي والطيني، وهو أنه الأقل قدرة على امتصاص الماء، وذلك لضيق المسام الشديد بين الحبيبات. هذا بالإضافة إلى أن الحجر إذا تجمع عليه الماء لفترات طويلة فإنه يعمل على إذابة المادة اللاصقة لحبيبة الصخر تدريجياً، فيصبح الصخر كالرماد أو التراب الأبيض. ومن حيث القدرة على التشقق فإنه الأكثر قابلية للتشقق عند تعرضه لأي قوى مؤثرة عليه مقارنة بالحجرين الآخرين، وهذا يرجع أيضاً لطبيعة تكوينه. لذلك يعتبر هذا الحجر أكثر الصخور امتلاءً بالشقوق في الطبيعة. وبالنظر لكلمات الجملة أعزائي بتمعن من حيث المعنى والترتيب، نرى أن الله يخبرنا بأنه يوجد من أنواع الصخور ما إن تشقق لسبب أو لآخر فإنما به من مياه تخرج بسرعة، والدليل حرف الفاء، كما أن فعل الخروج يدل ضمنياً على أنه قد سبقه فعل الدخول، وبالتالي فإن هذا يعني أن الماء استطاع الدخول في جوف الحجر ولم يستطيع الخروج فاختزن بداخله، أي أن الماء في انتظار التشقق حتى يخرج، فكيف تمكن الماء من الدخول وهو بعد ذلك لا يستطيع الخروج؟ إذن بناء على الدراسات أعزائي والأبحاث الجيولوجية العديدة في كثير من الجبال، وجد أن هذه الظاهرة تتواجد في جبال الحجر الجيري مخلفة وراءها العديد من الكهوف والمغارات، وتم التعرف على تلك الظاهرة من دراسة تلك الظواهر عن كثب. فبداية وعند دخول الكهف نجد تجمعات كبيرة من المياه على أرض الكهف مكونة بركة متسعة، وأحيانا قد نجد نهرا من المياه يجري في اتجاه ميل أرض الكهف حتى يخرج منه أو إلى أن يصل إلى شق عميق فينزل فيه. فنتساءل هنا أعزائي، كيف تكون هذا الكهف في أعلى الجبل وكيف دخلت إليه المياه ولم تخرج؟ طبعاً وجد أنه في بادئ الأمر كان هذا الكهف مشمطاً يتكون من طبقات متراصة من الحجر الجيري،
ومع نزول الأمطار لفترات طويلة بكميات غزيرة، استطاع الماء من خلال الطبقات والشقوق التي تعلو ذلك الكهف أن يصل إلى أولى طبقات الحجر الجيري، أو إلى أول من الطبقات الحجر الجيري والتي تمثل سقف ذلك الكهف. ومع مرور آلاف السنين على تواجد الماء على ذلك السقف، فإنه يبدأ في الذوبان تدريجياً طبقة تلو الأخرى حتى تتآكل الطبقات مكونة تجويف الكهف. ومن الدراسة التفصيلية لتلك الكهوف والمغارات الجبلية، وجد أن أسقف هذه المغارات والكهوف تتكون في بعض الأحيان من طبقات الحجر الجيري، وتحتوي على عدد كبير جداً من الشقوق التي كانت سبباً في تخلل الماء في وسط طبقات ذلك الحجر الجيري. وعند دخول الكهف ومع استمرار تلك العملية، نجد تساقط قطرات المياه من سقف الكهف على أرضية مكونة بركاً من المياه الراكدة، فإذا ما تشققت أرض الكهف بفعل المياه وتكرر عملية الإذابة البطيئة والتي وصفت بكلمة يشقق، فسرعان ما تبدأ هذه المياه بالحركة متخللة الحجر الجيري لأسفل كما ورد بالآية. ومن هنا يتضح لنا كيف أن الماء احتبس داخل تجاويف الحجر، والتي قد تصل في حجمها إلى الكهوف ولا يخرج إلا بعد التشقق. هذا بالإضافة إلى أن الماء المنساب من هذا الحجر لن يكون عذباً بأي حال من الأحوال. لماذا؟ وذلك لتفاعله مع الحجر فيصبح مالحاً وممتلئاً بالتراب الأبيض، وهذا يتطابق مع كلمة ماء التي وردت في الجملة، والتي تعني أنه ليس من المؤكد أن هذا الماء عذب، ولكنه قد يكون غير ذلك. وربما يسأل سائلاً ويقول: لكن أليس الحجر الرملي قابل للتشقق أيضاً وخروج الماء منه؟ فلماذا لا يكون هو المقصود؟ نقول له: بلى، ولكن خروج الماء من الحجر الرملي لا يستلزم تشققه، وذلك لما يتمتع به الحجر الرملي من نفاذ عالية تسمح للماء بالحركة دون الحاجة للتشقق أو إلى شقوق، حيث أنه مليء بالمسارات بين الحبيبات، وذلك على عكس ما اشترط عليه في الآية لخروج الماء وهو تشقق الحجر. الإعجاز العلمي والبلاغي بناء على ما سبق، فإنه يتضح لنا مدى الإعجاز البلاغي واللفظي في الآية، والذي يؤكد أيضاً الإعجاز العلمي فيها. هذا الإعجاز يتمثل في أنه لم يتم استخدام الفعل يخرج بما في ذلك حرف الفاء الدال على سرعة الحدث بعد الفعل يتفجر في الجملة الأولى. ففي الجملة الأولى فإن الفعل يتفجر يتضمن في ذاته حديثين في آن واحد، أولهما حدوث التشققات داخل الحجر، والثاني في نفس الحين خروج الماء من الصخر. ليس ذلك فحسب، بل بقوة واندفاع. لذا وجب عدم ذكر الفعل يخرج أو عدم الإتيان به لعدم الحاجة إليه، وللبعد عن التكرار حيث يجب استخدامه في الجملة الثانية من الآية. وهذه اللطيفة من أسرار البلاغة في الشمول والإيجاز، وحيث أن مجيء فعلين متتاليين في الجملة يعني حدثين منفصلين متعاقبين متزامنين، ويكون الأخير مبنياً أو مشروطاً على حدوث الأول. ففي الجملة الثانية نجد الفعل يشقق، الشين مشددة الدال على البطء والرؤية في الفعل، وهو أبلغ وصف لفعل المياه مع الصخر عبر ملايين السنين، وهو بدوره يسمح للمياه بالمرور من خلال الحجر، وبدون حدوث ذلك التشقق لن يسمح للماء بالمرور أو الحركة. لذا وجب ذكر فيخرج بعد التشقق. ومن هنا يتضح لنا كيف أن البلاغة اللفظية تتفق مع البحث العلمي. وبالمقارنة بين الجملتين في الآية يتضح لنا مدى روعة الإعجاز في دقة الألفاظ والكلمات، بل والحروف، فيما يتناسب مع الحقيقة العلمية البحتة، كما أننا نرى السبق العلمي والإيجاز الخفي لتصنيف الصخور الرسوبية
وبيان ما تتمتع به من صفات، هذا بالإضافة إلى إظهار دور المياه المتباين في شق الصخور تارة بقوة واندفاع وتارة أخرى ببطء وانسياب. وإلى الجملة الثالثة أعزائي، وهي: وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذا الجزء من الآية يتناول بإيجاز شديد فرعا آخرا من أفرع علم الجيولوجيا خفي بين طيات معاني الكلمات القرآن المعجزة، ممتزجا مع آيات الخشوع والرهبة. هذا العلم هو المعروف باسم علم الجيولوجيا التركيبية. ففي البداية أود توضيح بعض المفاهيم لأحد الظواهر الجيولوجية المسمى بالفوالق. كلكم تعرفون الفالق وتعريف الفالق، لكن كالتذكير، الفالق عبارة عن شرخ في الصخور أو الجبال الموجودة على سطح الأرض، وهو ثنائي الأبعاد، فله امتداد وعمق قد يصل طول أحدهما أو كلاهما إلى عدة كيلومترات. هذا المستوى ثنائي الأبعاد له أيضاً مقدار ميل محدد. فأما أن يكون مستوى الفارق رأسياً تماماً، وفي هذه الحالة يكون مقدار الميل يساوي صفر، أو أن يكون أفقياً، وبالتالي فإن مقدار الميل يساوي 90 درجة وهو نادر الحدوث، أو أن يكون مائلاً بقيمة متفاوتة ما بين الصفر و90. وعادةً أعزائي ما يصاحب هذا الفارق انفصال بين كتلتين كبيرتين من الصخر، يؤدي إلى إزاحة إما رأسية أو أفقية أو الاثنين معاً، مما ينتج عنه هبوط إحدى الكتلتين لأسفل وصعود الأخرى لأعلى، وهو ما يعرف باسم الهبوط الصخري أو الإزاحة الصخرية. وتعتبر عملية الإزاحة الصخرية والهبوط ذات أهمية كبيرة جداً في علم الجيولوجيا التركيبية، لذلك فإنه يتم دراستها وتسجيل العديد من القراءات والقياسات لمعدل ذلك الهبوط وكميته واتجاهه ومقدار ميله. فأسباب الفالق: يحدث الفالق الصخري نتيجة وقوع الصخر تحت قوى شد كبيرة أو قوى ضغط كبيرة جداً ينتج عنها تشقق الصخر. ومثال على ذلك: لو أن شيئاً ما جذب من أطرافه فلا بد أن يتمزق، وكذلك هو الحال في الصخور. فالإعجاز العلمي واللفظي في الآية، نرى في الآية مجيء الفعل يهبط ولم يرد الفعل يسقط، فلماذا؟ لماذا قال يهبط ولم يقل يسقط أو ينزل؟ فلماذا؟ هناك فرق بين النزول والهبوط، وذلك لأن الفعل يهبط يستخدم لوصف حركة جسم ما لأسفل في اتجاه معين وبمقدار وسرعة ميل محددين. فمثلاً يقال هبوط الطائرة، أي أن الطائرة مقيدة في حركتها لأسفل عن طريق القائد باتجاه معين ومقدار محدد للهبوط، وكذلك زاوية ميل مقاسة. أما إذا قلنا سقوط الطائرة أو نزول الطائرة، فهذا يعني حركة عشوائية لأسفل غير معلومة الكيفية والاتجاه والميل، وبالتالي فإن الفعل يهبط يتناسب تماماً في المعنى مع ظاهرة الهبوط الصخري التي تم شرحها من حيث تحديد اتجاه الحركة ومقدارها وأيضاً زاوية الميل، كما توصل إلى ذلك العلم الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. وهناك فرق بين الهبوط والسقوط أو النزول، فمثلاً الله سبحانه وتعالى عندما أمر أو عندما قال لآدم وحواء ولإبليس اهبطوا منها جميعا، وكذلك عندما قال موسى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، فالهبوط يتبعه استقرار، يهبط الشيء إلى الأرض فيستقر. أما النزول ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن في آيات كثيرة: وهو الذي أنزل من السماء ماء أنزل من السماء ماء، فالنزول لا يتبعه استقرار، يعني فترة وجيزة الماء أو المطر لمدة نص ربع سبع ساعة بعدها يرتفع. وكذلك عندما يكون هناك نزول للشيء، ربما هذا
الشيء الذي ينزل ربما يصعد ويرجع مكانه، فالهبوط غير النزول أو السقوط، الهبوط يتبعه استقرار، أما النزول والسقوط فيتبعه احتمالية رجوع الشيء إلى مكانه واحتمالية تحركه من مكانه، وغير معلومية السقوط هذا بزاوية باتجاه فهو عشوائي. أما الهبوط فيكون بمقدار يستخدم لوصف حركة جسم ما لأسفل في اتجاه معين، وبمقدار وسرعة ميل محددين. وبالتالي أعزائي من الجدير بالذكر أنه لم يأتي بعد الفعل يهبط أي أفعال أو صفات قد تفيد التخصيص لحجر محدد كما ورد في الجزئين الأول والثاني، بل جاء قبله ما يفيد العموم وهو منها، لأن هذه الظاهرة يمكن حدوثها لجميع أنواع الصخور التي لا حصر لها، هذا بالإضافة إلى إمكانية حدوث ظواهر أخرى كالسقوط أو الانهيار الكامل. جانباً آخر من الإعجاز في الآية ألا وهو الترتيب في ذكر ووصف تلك الظواهر الطبيعية الثلاثة على النحو الذي وردت به وليس بترتيب آخر، ظاهرة التفجير ويليها التشقق ثم الهبوط، وهو ما يعد وصفاً مطابقاً لما يحدث في الطبيعة بالفعل. ففي الولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً في مدينة مكسيكو بولاية واينومينغ قام بعض علماء الجيولوجيا العاملين بهيئة المساحة الجيولوجية التابعة للولاية بنشر بحث على شبكة المعلومات الدولية تحت عنوان الهبوط الكامن والمرتبط بعمليات سحب المياه الجوفية في حوض نهر بودور. هذا البحث يناقش المشكلة التي تعاني منها المدينة والتي تتمثل في هبوط الطبقات الأرضية نتيجة للسحب المستمر للمياه الجوفية المختزنة في طبقات الحجر الرملي تحت المدينة، وأن هذه المشكلة تتكرر في مناطق ومدن أخرى في أمريكا. والمهم في ذلك البحث هو ترتيب الأحداث التي أدت إلى تلك المشكلة، فبالبداية انفجار المياه الجوفية المختزنة بباطن الأرض، يليه تشقق للصخور المحيطة بطبقات الخزان الجوفي، ثم هبوط الكتل الصخرية المقام عليها المدينة، ويحدث ذلك الهبوط نتيجة لكونه مترافقاً مع عملية السحب المستمر للمياه من الخزان الجوفي للمدينة. ولذلك فإن طبقات الحجر الطفلي المقاومة عليها المدينة والتي تعلو طبقات الحجر الرملي المليئة بالمياه الخزان الجوفي تجف تدريجياً. لماذا؟ نتيجة لتسرب جزء من المياه التي بداخلها إلى الحجر الرملي أسفلها، فيحدث جفاف وتشقق لطبقات الحجر الطفلي واتساع للفجوات ومسام الحجر، وتصبح تلك المسام مليئة بالهواء لا بالماء، ومن ثم ونتيجة للأحمال التي فوق الطبقات فإنها تنضغط ويحدث الهبوط. وآخرا الإعجاز العلمي من جملة من خشية الله، في هذه الجملة يتجلى لنا التفسير العظيم لظاهرة الهبوط الصخري، ليس ذلك فحسب بل وكل من ظاهرتي التفجر والتشقق، فكل ما يحدث للصخور من عمليات تفجر أو تشقق أو هبوط سببه العلم واحد، وهو تعرضها لقوى جذب شد كبير جدا ينشأ عنها ردود أفعال متفاوتة ومختلفة التي ذكرها الله عز وجل، وذلك بناء على طبيعة وتكوين كل نوع من أنواع الصخور. تلك القوى والحركات الصخرية هي أثر الخوف والخشوع من الله عز وجل. فإذا تأملنا كلمة خشية نرى أنها تعني الخوف، والخوف هو ظاهرة نفسية معروفة لدى البشر تحدث نتيجة وقوع الإنسان تحت عامل مؤثر يثير الخوف والرعب لديه، فيتولد من تلك العملية كلمة اشتد الخوف، قوة شد في جسم الإنسان تسري في عضلاته وأوصاله، وهي معروفة باسم الشد العصبي. وكلما زاد ذلك الخوف زادت تلك القوة بداخله لدرجة قد تؤدي إلى انفجار بعض الشرايين أو توقف عضلة القلب نتيجة الانقباض المفاجئ لها،
وكما يحدث مع الإنسان فإنه يحدث مع الصخور والجبال، إذ أنها تتأثر من شدة خوفها من الله عز وجل بقوى شد كبيرة جدا تؤدي إلى تفلقها وتصدعها بين قوسين الفوالق، والتي تؤدي بدورها إلى عملية الهبوط التي سبق شرحها. ولقد ورد هذا المعنى بصورة واضحة في سورة الحشر، إذ قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الآية 21 في سورة الحاشر. أحياناً أعزائي، إذا زادت كمية الفوالق بدرجة كبيرة فإنها تؤدي إلى انهيار الجبل، ونرى هذا المعنى جلياً في سورة الأعراف، إذ يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الآية 143 من سورة الأعراف. فهذه الآيات توضح لنا وتؤكد أسباب التصدع والتي يتبعها إما عملية الهبوط أو الانهيار الكامل للصخور والجبال. ويأتي السؤال الأخير هنا أعزائي: أما آن لنا أن نخشع كخشوع الجبال والصخور؟ وإيجازاً لما سبق، نجد أن الآية تناولت في أجزائها الثلاثة وصفاً بديعاً للعديد من الظواهر الجيولوجية، وإظهاراً للعلاقة بين المياه وأنواع الصخور الرئيسية المكونة لمجموعة الصخور الرسوبية، ألا وهي الحجر الرملي والحجر الجيري وأخيراً الحجر الطفلي. إنه حقاً لقرآن كريم وعظيم، عظيم في كل ما يحتويه، وسيظل عظيماً وسنظل عاجزين أمامه، ولكنه سيبقى في عظمته هادياً إلى أن يشاء الله رب العالمين. وقل الحمد لله سنريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ويقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا جزيلا.